جلالة الوافدين إلى أي مدينة في العالم يرتبط بإبراز معالمها الدينية والتاريخية والحضارية. ومرقد الإمام علي عليه السلام من أبرز المعالم الدينية في مدينة النجف، إلا أن البنايات والفنادق العالية المحيطة بهذا المرقد غطته وبشكل كامل بعد أن كان يستقبل الزائرين على بعد عشرات الكيلومترات، الأمر الذي دفع عددا من الحقوقيين في المحافظة إلى تقديم دعوى قضائية لرفع التجاوز الحاصل. الحقوقيون كشفوا للشرقية نيوز حجم التسويف والمماطلة من قبل القضاء في النجف والحكومة المحلية لحسم هذه الدعوى المقامة منذ قرابة السنة دون اتخاذ أي إجراءات تذكر. صار أكثر من سنة قمت بتقديم شكوى قضائية بخصوص التجاوز من قبل أصحاب البنايات على مرقد أمير المؤمنين عليه السلام، وتفاجأت من القضاء بقرار أحالة القضية إلى مكتب السيد المحافظ، وهذا القرار كان نادر من نوعه، كون اليوم أي شخص يتجاوز على الأرصفة أو الأراضي العائدة للصالح العام، القضاء أو الجهات الرقابية مباشرة تتخذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، بمعنى أن القانون يطبق على الطبقات الفقيرة أو المتوسطة. بعد ما لاحظت أن القانون بدأ بالتهرب من هذه القضية، ذهبنا إلى المرجع الديني سيد علي السيستاني أدام الله ظله، وأخبرنا المكتب أن هذه البناء أن هذا التجاوز هو غير جائز شرعا. محافظ النجف من جانبه رفض التجاوز الحاصل من قبل أصحاب الفنادق والبنايات المحيطة بالمرقد المقدس، فيما طلب القضاء العراقي بالتدخل لمنع مثل هكذا تجاوزات وإزالتها. أكد أن المحافظة ورثت هذه التجاوزات من قبل الحكومات المحلية السابقة على حد تعبيره. كنا نرى العتبة العلوية من كل الأماكن، يعني اليوم أنت تذهب إلى مشهد، نعم بنايات عالية موجودة في مشهد، ارتفاعات شاهقة، ولكن أكو خط للأفق تشوف الإمام من أربعة شوارع من مسافات طويلة. اليوم بالنجف افتقدناها، يعني تصور احنا حتى مقبرة وادي السلام المفروض تدخل بلائحة تراث العالمي اليونسكو، لأن أكو يجب أن يكون أكو ممر روحي مع العتبة، هذا انفقد الممر الروحي، ذلك ألغيت بهذا السبب. هذه معاناة حقيقية، أنا هذه معاناة ورثتها، يعني ما أنا إجيت ساهمت بها، ولكن هذه الارتفاعات موجودة أصلا. هناك دعاوى بالقضاء، للأسف الأخوة أيضا القضاء أرسلوا الكتاب إلى المحافظة، هي مخالفة قانونية، مو اختصاصي، هذا اختصاص القضاء. مسؤولية الحفاظ على المراقد الدينية من التجاوز تقع وبحسب متابعين على المؤسسة الدينية والحكومة المحلية على حد سواء. من النجف على الحاج، الشرقية نيوز.